السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو غادي نعطيكم 6 نصائح باش تغلبوا على المشكل اللي عندكم في الفرنسية وخصوصا في الكتابة ديال البروديكسيون اكريت. بزاف 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 منكم هذا هو المشكل الكبير اللي عندهم، يعني كيقول لك انا فهمت السوجي ولاني ما عرفش كيفاش خاصني نكتب البروديكسيون اكريت وكيفاش نحول دوك الافكار اللي كاينين في الدماغ ديالي الجمل مقادة باش البروديكسيون اكريت تحسب لي نهار الامتحان الجهوي. نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وندوزو باش نبداو باول نصيحه ديال هذا الفيديو. قبل ما نبدا اول نصيحه بغيت نقول لكم انه ما كاينش اختلاف ما بين الشخص اللي كنقولوا راه عنده مع الفرنسيه وشخص اللي ما كيفهمش الفرنسيه. داك الشخص اللي ولا عنده مع الفرنسيه وكيقراها وكيقدر انه يصوب السوجي مقاد وداكشي كيكون مشى خدم على راسو، حتى هو كان ضعيف ومشى خدم على راسو وتابر شويه وبقى كيجمع في الفوكابولير وكيحفظ لي فراز واجدين وهذا حتى ولا يعني كيقدر يكتب سوجي مقاد. وداك الشخص الاخر اللي كنقولوا ما عندوش مع الفرنسيه باغي حتى هو يكتب سوجي وباغي بزاف ديال الحوايج، واللي غير باغي ما كيديرش علاش، يعني باغي ينجح ولكن ما فيش ما يدير شي افور ولا يدير شي بلون باش انه يخدم ويولي حتى هو بحاله بحال هذاك اللي متحكم في الفرنسيه. ونبداو بالنصيحه الاولى ديالنا. اول نصيحه هي نغيروا الطريقه ديال العمل ديالنا. دونك انت باقي حاصر وعندك مشاكل انك تكتب بروديكسيون اكريت، اذا الطريقه اللي كنتي خدام بها هذا العام وحتى اللي كنتي خدام بها العام اللي فات ما عطاتكش نتائج، دونك خاصك تغير الطريقه باش تحصل على نتائج افضل. ثاني نصيحه ديالنا هي اننا خصنا نحفظوا جمل جاهزه اللي تعاوننا وتساعدنا باش نربحوا الوقت نهار الامتحان الجاوي وحتى نتجنبوا الاخطاء، يعني باش تركب جمله نهار الامتحان الجاوي مثلا باش تبدا السوجي ولا باش تبدا لو ديفلوبمون تبدا العرض ولا في الكونكلوزيون الخاتمه غادي تاخذ منك شويه الوقت. علاش لا ما نحفظش انا جمل اللي يساعدوني وديك الساعه نفكر كيفاش غادي نعطي الراي ديالي على داك السوجي في بلاصه ما نبقى نقلب كيفاش نبدا المقدمه ولا كيفاش نبدا العرض ولا كيفاش نبدا الخاتمه. النصيحه الثالثه انكم خاصكم تكونوا على درايه بجميع الاحداث ديال المؤلفات بثلاثه اللي عندكم هاد السنه، يعني تكونوا عارفين لي زيفينمون برينسيبو اللي كاينين في لي تخوا زوفغ لا بواط اونتيغون و لو ديرني جور دان كونداني. حيت دائما وابدا السوجي اللي كيتعطى نهار الامتحان الجهوي كيكون عنده علاقه بوحده من لي غومون اللي عندكم، يعني خصكم ضروري الى عطاوكم شي حدث تما في داك لو سوجي تكونوا عارفين داك الحدث في اين قصه كاين وعارفين مثلا الامثله ديالو تقدروا تهضروا عليه، يعني يكون عندكم واحد الجمل في دماغكم يساعدوكم انكم تصوبوا السوجي. يعني ضروري ما تكونوا عارفين الاحداث الاساسيه ديال كل قصه، ما قديتيش تقرا الغومو على الاقل دير واحد الغيزومي لجميع الاحداث ديال جميع الروايات اللي عندكم هاد السنه هادي. النصيحه الرابعه ديالنا انكم تحفظوا المصطلحات الاساسيه اللي كتداول في لي تخوا زوفغ، يعني شنو هما المصطلحات الاساسيه دوك الكلمات اللي كيبقاو يتعاودوا بزاف في جميع الفصول ديال القصص وحتى في المسرحيه ديال اونتيغون، الكلمات اللي كيبقاو يتعاودوا في جميع المشاهد، يعني اهم الحقول الدلاليه اللي كاينين خاصكم تكونوا حافظين لهم كلمات اللي هي اساسيه حيت غادي تستعنوا بها ملي تبغيو تصوبوا البرودكسيون اكريت. النصيحه الخامسة أنك تدرب وتتمرن مزيان 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 على الكتابة ديال كل جزء ديال السوجي على حدة، يعني تدرب على الكتابة ديال لانتخوديكسيون مزيان حتى يعني تجرب بزاف ديال المواضيع، تجرب أنك تكتب لهم مقدمة. مني تحس براسك أنك بديتي كتمكن وليتي قادر أنك تدير بريزونطاسيون ديال أي سوجي من بعد غادي تبدأ ديفلوبمون، حتى ديفلوبمون حتى هو تبدا خدام عليه وتبدا كتعرف امتى دير لاغمون الاول هنا، امتى دير ليكزومبل، امتى هادي امتى هادي، يعني بشويه بشويه. الا ما عرفتيش كيفاش تبدا خذ السوجي مثلا اللي ديرو حتى في القسم وعاوديه بالاسلوب ديالك ونفس الطريقه ديروها حتى لانتخوديكسيون. النصيحة الأخيرة ديالنا هي أنكم تحيدوا من الدماغ ديالكم وتخلصوا من الكلمة ديال صعيب، صعيب أنا نكتب بروديكسيون إكريت، صعيب أنا ما كنفهمش الفرنسية، هاد الكلمة ديال صعيب خاصكم تخلصوا منها باش أنكم تقدروا تكملوا وتطبقوا جميع هاد النصائح هادو تحصلوا على نتائج اللي هي مزيانة. إلا قال لك شي واحد صعيب قولي صعيب بالنسبة لك أنت، أنا ما صعيبش ليا، أنا غنخدم على راسي، غادي تبقاو يوميا يوميا كديروا
واحد ليفور ديال انكم تكتبوا برودكسيون اكريت، غتلقاو راسكم جمعتوا واحد الفوكابولير اللي غادي يعاونكم ان شاء الله، وغادي يتحسن المستوى ديالكم في الفرنسيه باذن الله. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.